يا ترى ايه علاقة سكان نيوزيلندا الأصليين الماوري بالمصريين القدماء؟ سمعت معلومة ان المصريين القدماء الفراعنة وصلوا لحد نيوزيلند وهم اللي علموا سكان نيوزيلندا الأصليين الماوري حاجات كتيرة جدا، وفي كمان من اللغة الماوري الأصلية كلام من يعني يعتبر نفس كلام من الفراعنة، زي إله الشمس عند الفراعنة اسمه رع، برضو الشمس عند الماوري اسمها رع. كمان حاجة مهمة جدا، مراكب الشمس تشبه جدا مراكب الوقى عند الماوري. هنا مجموعة كبيرة جدا من مراكب الوقى الماوري تشبه جدا مراكب الشمس المصري. طبعا الديزاينز شويه، الديكورات اللي عليها مختلفه، بس نفس التصميم. حتى كمان شايفين الشراع، دي مركب تانية بشراع تاني نفس التصميم. يا ترى فعلا المصريين القدماء الفراعنه وصلوا لحد نيوزيلندا وهم اللي علموا سكان نيوزيلندا الأصليين الماوري طريقة بناء السفن والمراكب، ولا دي مجرد صدفة؟ ياريت اللي عنده معلومة يقولي، وياريت نوثق المعلومة دي. أنا عايزة أفرجكم على شكل المركب تاني. في طبعا موديلات كتيرة. هنا دي شكل المركب والشراع بتاعها. في موديلات كتير من المراكب. حاولت كتير ادور على المعلومة اذا كان مصريين القدماء الفراعنة وصلوا لحد نيوزيلند وهم اللي علموا السكان الاصليين الماوري طريقة بناء المراكب او لا. للأسف ما وصلتش لمعلومة. ياريت اللي يعرف معلومة يقولي ويتواصل معايا. بس المراكب كتيرة متشابهة جدا. طبعا الحضارة المصرية القديمة اقدم كتير من حضارة الماوري. هنا برضو في مركب تاني صغير يشبه جدا مركب الشمس. اتمنى اكون قلت لكم معلومة جديدة، وياريت نتأكد منها وتواصلوا معايا.